على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد. تحياتي يا أستاذ مكرم. تحياتي يا أستاذ سامر، إزيك ويا رب تكون بخير. ربنا يخليك يا أستاذ مكرم. النهارده الواقعة اللي حصلت بتاعة استقالة الأستاذ أحمد سيد النجار المسببة ودعواه إنه لا يرى لنفسه صلاحيات بعد تدخل الهيئة الوطنية للصحافة في عمله من وجهة نظره، هل تعتقد أن هذه مشكلة مصنوعة وهل ستتكرر مع باقي المناصب في المؤسسات الأخرى سواء في الصحافة أو في اتحاد الإذاعة والتلفزيون؟ أنا مش عارف. أنا طبعا الاستقالة بأسبابها كلها على وجه الإطلاق شيء غير مقنع. هو يعرف مقدما أنه وضعه في الأهرام قرب على الانتهاء مع وجود تعديلات جديدة، ولعله يعرف حتى من المرشح بديلا. وانا اعتقد ان كل هذا الموضوع داخل في اطار، لا اريد ان اكون مخطط، ولكن في محاولات مستميته لافشال جهد هذه الهيئات الثلاثه. في جهد مخطط لافشال الهيئات مؤكد. وايضا كمان بسبب عدم وضوح علاقات التماس والانفصال ما بين الهيئات الثلاثه، ده بيساعد على زيادة حدة الأزمة. تمام. وبالتالي الأزمة لها عناصرها الداخلية ولها عناصرها الخارجية. تمام. والجو كله ينبغي أن يتبدل. لازم كل واحد، الهيئات الثلاثة تتصور أن كل واحدة منهم مستقلة. هم مستقلين عن الحكومة والدولة بالفعل، لكن مش مستقلين عن بعض. صح. لو مستقلين عن بعض روحوا، يبقى مش هينجزوا اي حاجة. ويبقى كل الذي سوف ينتج منافسات صغيرة وفردية زي اللي عايشين فيها دي. طب لو سمحت لي يا استاذ مكرم، استاذ مكرم مع كامل احترامي، يعني هنا برضو تقع مسؤولية كبيرة على حضرتك باعتبارك كبير هذه المؤسسات والعائلة. مفيش كبير دلوقتي للأسف، مفيش كبير دلوقتي، في الغام، حقل الغام. وفي فرصة متاحة لمن يريدون ان يفشلوا التجربه، وفي صغار يحدث نتيجه عدم وضوح العلاقات. كل واحد متصور انه هيئه مستقله بذاتها، وده غلط. امال احنا ثلاثه هيئات متكامله، ولازم يعرفوا انه وظيفه الهيئه التنظيم المجلس الاعلى دي وظيفه اشرافيه. ما يصحش انك تفاجئني. صحيح. ما يصحش انك تحاول انك تصنع مني مجرد دندور. صح. ما يصحش انه انا استطيع ان اؤكد لك انني وصلت بالصراحه والمكاشفه مع كرم جبر الى طريقه جميله جدا للتصالح. اضمن ادائي وهو يضمن اداؤه، واظن ان احنا وصلنا الى حقيقه المكاشفه. وانا لا يمر همسه دون ان اخطئه، وهو لا يمر همسه دون ان اخطئه ان يخطئني، ولدينا رؤيه ان تكاملنا هو اللي هينجحنا. طيب استاذ مكرم، ليه حضراتكم ما عملتوش لسه مؤتمر صحفي حضرتك تعقده؟ اولا توضح تماس العلاقات وتكامل الهيئات مع بعضها، نمره اثنين تحط الأسس التي يجب أن يعمل عليها الجميع علشان فكرة المؤامرات والتخطيط لإفشال التجربة ما يبقاش عنده وقت ينجح. إذا هقول لك إيه، أنا مش قادر أقول لك يعني، لعلك تعرف ما حدث النهاردة في التلفزيون، ما أريد أن أكرر ما حدث. صحيح. ولكن صحيح. في النهاية مش كده. أيوه. في النهاية فشل الثلاثة، فشل التجربة أكمل. صحيح. وبعدين حدود واضحة في هيئة تنظيم، في تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني الصحافة والتلفزيون. مظبوط. المجلس الأعلى معاه هيئتين، هيئة للإعلام وهيئة للصحافة، مش عارفين إن احنا ننسق ما بيننا وما بين بعض بحيث يبقى في حد أدنى من التوافق على خريطة الإصلاح، وداخلين نشوف بعض وسامحين بقى لأنه كل واحد يعمل بطل. ويكتب استقالة مسببة على غير أساس صحيح. وأنا أخشى حقيقة أن كل من يستشعر أنه طيب. يمكن أن يتغير، أن يقلد اللي حصل
النهارده في الاهرام. طب هل من صلاحيات حضرتك كرئيس للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام صحافه وتلفزيون ان حضرتك تستدعي رئيسي الهيئتين مثلا وتعمل اجتماع ثلاثي وتحط الاسس التي يجب؟ ايه ده، انا بترجى وقبل كل هذا انا نجحت الان، نجحت تماما، ونجح معي كرم جبر في ان احنا نصيغ علاقه جيده محترمه متكامله. هو يفهم انه نجاحه متعلق بيا، وانا افهم ان نجاحي متعلق بيه، واحنا الاثنين لابد ان ما نفاجئش بعض، ولابد ان نتوافق على خريطه. واعتقد انه هذا التوافق اللي حصل انا بعتقد انه نجاح كبير. طيب وايه المشكله؟ ايه المشكله ان التجربه دي تتكرر مع الاستاذ حسين زين في الهيئه الوطنيه للاعلام؟ انا لا اريد، اقول لك ايه، مش عاوز اقول اللي حصل، مش عاوز اقول اللي حصل لانه عيب كبير وضخم وقله احترام، ومش عاوز اكرر لانه تملأني المراره من حجم الاهانات. مفهوم. اقول لك ايه مفهوم يا استاذ. المساله واحد، التصور ان واحد يتصور انها سباع على اوضه، او يحاولون تصوير الموضوع على ان احنا بنتخانق على اوضه وشقه. لا، انا العمر الاوضه التلميني، احنا بنتكلم عن كيان صحيح اسمه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، كيف يؤدي وظيفته وهو في الشارع، كيف يؤدي وظيفته ومكانه الطبيعي صحيح ان يكون في ديوان عام الوزاره، كيف يؤدي وظيفته عندما يمنع رئيسه حتى من دخول الاوضه. يا راجل ده هقول ايه يعني. طيب استاذ مكرم، استاذ مكرم، بس انا ليا رجاء عشان خاطر يا تامر. اتفضل. اسمعني في الحته دي. اتفضل يا فندم. انا على يقين اننا سوف نستمر، ومهما خلقوا من صعاب اراده الاصلاح لدينا قويه. ايوه. لسببين، لان في جموع من الصحفيين بتهفو الى الاصلاح الحقيقي، والسبب الثاني لانه في رئيس دوله أعطانا ثقته، وبالتالي لابد إحنا أن نكون جديرين بهذا الموقف. وعشان السببين دول أقسم بالله، يعني نحن مش بنقاتل، لا، نحن في جهنم علشان من أجل هؤلاء الذين يريدون تعويض المسيرة. أتمنى ألا ينجحوا، وسوف نحاول قدر الإمكان نسج علاقات جيدة مع الهيئتين علشان الثلاثة يدركوا ان عملهم متكامل، ويزيد من تكاملهم ان يكونوا على علاقات قوية ومتواصلة وحوار متواصل مع نقابة الصحفيين ونقابة الاعلام. انت حضرتك ريحتني بالكلمتين دول، لان انا الحقيقة المرارة اللي في صوتك كانت مزعجاني، وخايف انه تلقي بك شوية في مربع اليأس من نجاح التجربة، لكن حضرتك قلت ان انت ستقاتل، وانا عارف قتال الاستاذ مكرم عامل ازاي. شكرا جزيلا استاذ مكرم، شكرا جزيلا استاذ مكرم محمد احمد.